كابتن ياسر ابراهيم بواحد من اللاعبين اللي بيضرب المثل، بيضرب المثل للاداء والرجوله اللي بتشوفها دايما من لعيب النادي الاهلي. الحمد لله، بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا الحمد لله على المكسب، على التعادل النهارده والصعود. طبعا فريق صن داونز فريق محترم، فريق قوي، قدرنا ان احنا الحمد لله نبقى متكتفين مع بعض كلنا ونعمل ماتش جامد زي ده، والجون اللي احنا جبناه في اول الماتش ده ريحنا كتير قوي، وربنا يكرمنا. خلاص احنا هنفرح يوم وخلاص هنقفل الصفحه ديت ونركز في اللي جاي ان شاء الله. ياسر، اي لعيب بيبعد عن المشاركه اتقال له دلوقتي وبيضرب بالمثل، اتعلم من ياسر ابراهيم. ياسر ابراهيم وهو بعيد عن المشاركه ضرب المثل لكتير جدا من اللعيبه بالتزامه باصراره ان هو يرجع لارض الملعب، ودلوقتي الناس كلها بتشيب ياسر ابراهيم. لا لا، متولي كان من نجوم الماتش طبعا. طبعا دي حاجه طبعا انا بقولها للناس كلها، مش بقولها عشان نفسي والله. انا مهما يعني لعبت ما لعبتش، انا بتمرن كويس في الملعب، بروح اشتغل على نفسي، بشوف المدير الفني بيتكلم معايا بيقول لي ناقصك ايه، بشتغل عليه. ده مش عيب خالص، مش عيب لما الواحد يطور من نفسه خالص، ده لا بالعكس خالص، ده حاجه كويسه في صالحه هو. طبعا الحمد لله بحمد ربنا على المشاركه، وربنا ده توفيق من ربنا طبعا اللي هو في ظهري كده، وان انا بتمرن كويس ربنا ما بيضيعش مجهودي في الملعب. حبيبي حبيبي، ربنا يخليك.